معه راية الرسول صلى الله عليه وآله. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: لتأتين فتن كقطع الليل المظلم، لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه، أولئك مصابيح الهدى وينابيع العلم، ينجيهم الله من كل فتنة مظلمة. كأني بصاحبكم قد علا فوق نجافكم بظهر كوفان في 310 رجلا، جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله وإسرافيل أمامه، معه راية رسول الله صلى الله عليه وآله قد نشرها، لا يهوي بها إلى قوم إلا أهلكهم الله عز وجل.